اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. دايما بستنى ماتشات منتخب مصر عشان عارف ان في يومها او بعدها بشويه هيكون منورني الكابتن علاء نبيل، لان بحب فعلا اسمع رايه في لقاءات منتخبنا الوطني. تاهلنا النهارده الى دور ال 16، ننتظر تحديد المنافس في هذا الدور اللي ان شاء الله هيكون محطتنا للعبور الى الدور ربع النهائي. نجم الاستوديو اليوم كالعاده هو الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء اهلا اهلا بحضرتك، بيك كابتن. يعني اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. اخبار البرد ايه؟ لا كويس، كويس. احلى حاجه مش شغالين التكييف في الاستوديو عشان داخل ثلاجه موز. مبروك كابتن علاء، تاهلنا لدور ال الحمد 16 لله بالفوز على السودان. الحمد لله، يعني الحمد لله كلامنا كله الحمد لله ماشي في ال في ال في ال يعني زي ما احنا توقعنا كلنا اللي احنا عدي طبعا وهنوصل لدور ال 16، وبالفعل توقعنا وصعدنا والحمد لله يعني. لكن لسه بقى يعني لسه مستني اسئلتك بقى عشان نشوف عشان نمسك حاجه عشان معينه. نشوف بقى بعد كده يعني. مبدئيا كده السؤال العام، هل شهدت مباراه النهارده تحسنا في مستوى منتخب مصر عن غينيا بيساو ونيجيريا؟ لا يعني اداء النهارده لو قلنا الماتش اللي فاتت متوسط، ممكن النهارده نقول فوق المتوسط. فوق المتوسط، يعني شهدت تحسنا. يعني ما كناش حلوين قوي بس اتحسنا. برضو المنافس او قوة المنافس تمام، هي بتأثر على الدرجة دي يعني. طيب التحسن ايه اوجهه؟ يعني ايه شكل التحسن او حصلت فين في الفريق؟ يعني النهاردة انا بصراحة الشوط الاولاني يعني شفت كرة بتتنقل من ورا لقدام، شفت تغيير ملعب، شفت كروسات اتعملت بالعرض، لكن الاتقان ايوه مش موجود، لكن الفكر موجود. اللي تمام، احنا اشتغلنا من الجنب اليمين، اشتغلنا من الجنب الشمال. اللي اشتغل من الجنب اليمين ال 90 دقيقة بصراحة عمر كمال عبد الواحد من نجوم مجهود المباراة، وانا بعتبره نجم المباراة الأول بصراحة. تمام، عمل مجهود غير طبيعي، حاسين ان احنا في الجنب اليمين. اللي مفتقدينه بالكلام عن الأطراف فتوح، يعني مفتقدين مفتاح لعب هجومي بقوه. ايمن اشرف لعيب جيد جدا، لكن بتكلم على الناحيه الهجوميه. الحته التلت الاخير اللي انت صح، هتحس بوجود صح، ان في واحد بيقدر يشتغل اوفر، يقطم لجوه، يشوط. يعني النهارده عمر كمال عبد الواحد عمل كره عرضيه كتيره جدا، وعمل الكره اللي هي بتاعت الشوط الاولاني اللي هو كان هيجيبها جون لولا كان عمل القطمه الثانيه دي. هو دي عمل كانت تبقى واحده، جون. لو عمل الثانيه بصراحه لازم نديله حقه يعني، لانه انا بعتبره من نجوم المباراه. حضرتك تفضلت قلت دي المباراه الثانيه، ودي فعلا المره اللي فاتت قلت لك عمر كمال عبد الواحد. صح، فالنهارده حسينا ان في حاجه. تمام تمام، برضو الحاجه كويسه يعني مش عايز اقول مثلا ضعف المنافس، لا احترمنا المنافس. تمام، يعني عشان برضو خلي بالك في فرق وقعت في حته اللي هي مش تستهين. ايوه، فتقدير المنافس واحترام المنافس خلانا الشوط الاولاني يعني كويسين، قدرنا نجيب جون ضربه ثابته. اي نعم، لكن وصلنا. الشوط الثاني برضو نفس الكلام، حصل دروب زي ما حصل في مباراه غينيا. ايه اسباب الدروب ده اللي بيعلي منافسين عليك رغم انه الامكانيات الفرق بينها واضح؟ واضح طبعا. يعني اقول لحضرتك حاجه، مثلا يمكن مباراه بيبقى المنافس عايز يحسن صورته، يعني عايز يجيب جون، عايز يتعادل، عايز يكسب، فبيبقى عنده حته الباور دي عاليه شويه والطموح عالي شويه. انت الحته دي بتفقدها خلال ال 45 دقيقه، يعني بتطلع كل المخزون اللي عندك في خلال ال 45 دقيقه. 45 دقيقه تانية في لغه الكوره بتحتاج الى روح تانية خالص، فكر تاني خالص، تكتيك تاني خالص. تمام، فاعتقد ان ده اسباب الدروب اللي بيقع فيها المنتخب الشوط التاني. طيب نستعرض التشكيل ونبدا الاول من ورا خالص لحد ما نوصل لنهايه. هو التشكيل بس تشكيل نفس تشكيل المباراه الماضيه بوجود احمد حجازي ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع قدام الشناوي، ايمن اشرف وعمر كمال على الطرفين، عمرو السوليه وعبد الله السعيد ومحمد النني بغض النظر عن ترتيبهم، عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح كانوا في المقدمه. هل كنت مستني من التشكيل ده طريقة لعب مختلفة؟ لا، كنت مستني ناس مختلفة. ناس مختلفة. أنا قلت لك يا هاني، أنا من وجهة نظر الفنية الملعب لا يتحمل عبد الله السعيد والنني في نفس المباراة.
ليه بقى؟ ما ال ال الستايل بتاعهم ما يفيدكش. انت طول عمرهم بيلعبوا مع بعض، وصلنا كاس عالم في وجودهم، طب واحده ولا قصدك في خط واحد يعني؟ ما احنا هنرجع بقى 5 سنين. طب احنا عملنا ايه من 5 سنين؟ احنا وصلنا كاس عالم، طب وبعدين عملنا ايه في كاس عالم؟ ما كانت النتيجه الناس كلها زعلت وغيرنا جهاز و و نفس الكلام بطوله امم افريقيا اللي هنا. الاثنين ستايل لعبهم ما يمشيش مع بعض، ما يمشيش مع فرقه واحده. اشرحها لي اكتر، لان دي فعلا حاسسها حاجه مفيده للمشاهد. بص يعني احنا دلوقتي انت بتتكلم في النني اللي هو لعيب كوره، تمام، بياخد الكوره بيسلم لاقرب واحد منه من يعني اقصى مسافه ليه انا وانت، بيديها لك ودي. نفس الكلام عبد الله السعيد اللي هي الحته اللي هو برضه بياخد الكوره يسلم يدي كوره لواحد يجيب جون. الاثنين بيفقدوا الحته الدفاعيه بنسبه كبيره. يعني حتى لما بتحط عبد الله السعيد في الحته الدفاعيه مش بتاعته، بتفقده هو في الحته الهجوميه. مظبوط، فاهمني؟ نفس الكلام النني، يعني النهارده الراجل في الشوط الثاني لعبه مكان عمرو السوليه لو تلاحظ، وتحسنت الدنيا شويه. ده الحاجه الوحيده اللي يعني قلت يعني دي كويسه. ان هو حط لاعب النني مكان ليه بقى؟ اديك شفت بقى نتيجه كلام اللي بقوله لك، اللي هو ايه؟ النني كان بياخد الكرة من نص ملعب الحته السهله دي، في الحته دي لكن تطلع قدام لا مش بت... لا ما مش منتج. مش بتفقد قوة، اختراق من نص الملعب لقدام، شوتنج على الجون، باور عالي في الجنب اليمين جنب الشمال. عمرو السوليه بيعملها، يعني عمرو السوليه بيعملها. لو تزعل بس عمرو السوليه في المكان ده وتنزل مثلا حمدي فتحي وراه اقول لك لكن الاثنين مع بعض، التركيبه الاثنين مع بعض نفهم. مش مقنع. فكنت مستني مين لو مش عبد الله السعيد؟ زيزو؟ ممكن اهو نزل، ليه ما ظهرش بمستوى الجيد او الدعم الهجومي؟ عشان لاعبه في الجنب الشمال، لاعبه في نص الملعب في الجنب الشمال. يعني لاعب يبقى عندك الجنب اليمين يا هاني، عمر كمال عبد الواحد وزيزو ومحمد صلاح، اتقفلت دفاعا وهجوما بناحيه جيده. تمام. لكن انا الراجل ده عدلته يمين، انت رحت جايبه في نص ملعب شمال. تمام. فقط نفس الكلام اللي احنا بنقوله، هو يعني حته تغيير مراكز في ناس ما بتتقنهاش. لكن يوم ما هتقول للعيب قوم انزل العب في الحته دي اقول لك حاضر يا كابتن هنزل. بس مظبوط. لكن الملعب الاثنين ما يستحملهمش الاطراف. رجل المباراه من وجهه نظرك هو عمر كمال عبد الواحد؟ رجل المباراه الاول عمر كمال عبد الواحد. طيب، قدام عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق وكابتن الفريق محمد صلاح، ايه رايك في مستواه النهارده؟ لا انا لسه مستني الجمهور، مش انا بس، جمهور مصر مستني منه اكتر من كده بكتير. جمهور مصر منتظر من محمد صلاح الكثير. هو طبعا نجم عالمي، مش اقول لك نجم كوره، نجم عالمي. لازم يعرف طبعا ان كل الناس مستنيه محمد صلاح في صوره اقوى من كده بكتير. ايه اسباب عدم ظهور صلاح بالصوره اللي الناس كلها مستنيها منه؟ ده انا كلام صح، انت برضو متفق طبعا. مش عارف يعني في حاجات يعني ساعات الكوره رايحه له يعني الناس كلها يلا، لان دي واخدين عليها مثلا مع نادي في ليفربول بيتصرف فيها ازاي، بنلاقي تصرف تاني خالص. فانا يعني هو لغز، انا مش عارف يعني، انا مش عارف يعني. حتى في بعض الحاجات برضو يعني في حاجات في استقبال الكوره الطبيعي جدا لمحمد صلاح اللي هو يوقفها تحت رجليه ويروح، مش موجوده، مش عارف ايه. جه في بالي توقع للسبب، هو فكره كان في عنف واضح من الظهير الايسر ومن حتى المساكين ناحيه محمد صلاح والمنتخب ككل وقت الكوره يعني، لكن في محمد صلاح تحديدا. فهل ده ممكن يكون سبب من اسباب يعني تشتيت تفكير محمد صلاح الكروي؟ لا، اصل احنا قلنا الجمله دي هاني مش مجرد النهارده 90 دقيقه. احنا شايلين بس محمد صلاح ليه رصيد عند جمهور مصر. محمد صلاح ليه رصيد كبير كبير كبير، وانا عارف ان في ناس هتزعل مني لما اقول الكلام ده. لا خالص، مفهوم، بس يعني محمد صلاح ليه رصيد كبير جدا 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 عند جمهور مصر. فلما النهارده تيجي بقى تقول هذه الجمله، معنى كده ان الناس ايه بدات تتكلم. لا، الموضوع مش وليد المباراه دي، ده وليد ثلاث مباريات. كان نجم المباراه الماتش اللي فات عشان جاب جون، حصل على رجل المباراه. اكيد بسبب انه سجل. لا انا ما انا حته اللي انا اعتقد ان انا عشان اجيب جون واخد نجم المباراه مش هي ده المقياس. زي النهارده لما يكون هدف حاسم برضه في فن طبعا. ما حدش يعرف يجيبها غير محمد صلاح تمام. لكن الناس بيقول لك يعني الناس مستنيه اكتر. متفق.
تمام. طبعا بالذات الماتشات دي سوري في اللفظ سهل قوي يعني، سهل قوي اللي انت جون واتنين وتلاته وتوصل، لكن في حاجه مش مظبوطه. تمام، زي النهارده انا مستغرب يعني، يعني احمد حجازي نجم المباراه، طب اللي قاعد شايف ده الراجل اللي فتح 100 سبرنت في الجنب اليمين وغطى وصل للجون، ازاي ما ياخدش يعني هي عمليه اختيارات اللعيبه احسن مباراه ايه احسن لاعب دي ليها حسابات تانية بقى بعيد عني يعني. رغم ان المستوى ما كانش مقنع بالدرجه اللي الناس مستنياها، وان كان في تحسن، لكن في فرص كتيره لاحت للمنتخب اكترها في الشوط الاول. بتكلم هنا على راسيه مصطفى محمد، بتكلم على تصويبه عبد الله السعيد، الشوط الثاني تصويبه محمد صلاح، الشوط الثاني برضو تريحه صلاح وتصويبه عمرو السوليه اللي فوق العارضه. كنا ممكن نزود عدد الاهداف ونبقى بنبعت رسائل كمان اقوى للمنافسين. اهدار الفرص ايه السبب فيه؟ هي دي المشكله. المشكله ان انت في مباراه سهله زي النهارده هاني والاهداف دي بتضيع منك، في مباريات هتحتاج فرصه من الفرص دي، من الفرص دي فرصه واحده عشان تقدر تكسب وتجيب جون. فلابد النهارده كنا نستغل، ونفس الكلام برضه في المباراه اللي فاتت برضه ما كان في بعض الفرص كانت ممكن تيجي، ووارد جدا وده طبيعي اللي انت توصل وتضيع، ما فيش حد بيوصل وما بيضيعش، بس لابد يبقى في استغلال الفرص. ان في مباريات هتبقى يعني نفسك في فرصه دي تجيبها جون. احنا النهارده صعدنا الحمد لله، لكن اللي جاي هيبقى اصعب. هيبقى اصعب طبعا، اللي جاي اصعب. اللي جاي واحد من منافسين زي كوت ديفوار، زي سيراليون، زي غينيا الاستوائيه، زي سيراليون، زي الجزائر. لا صعبه، الجزائر صعبه خلاص، الجزائر صعبه عشان صعبه تبقى يعني هي المركز التاني. الاول صعبه تبقى المركز الاول. لا صعبه هي الجزائر نقطه، الجزائر لا نقطة. بالصعبه ليه؟ كوت ديفوار كام؟ الجزائر نقطة، كوت ديفوار أربعة. أربعة؟ لو الجزائر كسب أربعة هيبقى أربعة وهيبقى أول مجموعة. مظبوط. تمام، بس بالنظر لأن غينيا الاستوائية وسيراليون واحد فيهم ممكن يكسب، فهيبقوا هم الأول. ولو اتعادلوا بالظبط، هو ده اللي عايزاه. يبقى تكسب، يبقى أنت النهاردة أنت ممكن تلعب مع أي فرقة من المجموعة. هي دي ممكن تلعب واحد من الأربعة. وأنا شايف إن دي أقوى مجموعة. أقوى مجموعة. هي برضو فيها مفاجآتها، والجزائر بخسارة وتعادل سخنت المجموعة قوي. والجزائر دخلوا البطولة يعني في حاجات بعيدة عن الفنيات، فرقة فرقة كورة قوية جدا يعني، لكن في تعالي يعني، أنا شايف اللي في تعالي وغرور شوية من بعض لعيب الجزائر، حتى تصاريح المدير الفني بتاعهم ما كانتش في محلها يعني. أنا داخل وهعمل وهسوي وانا هنافس في كاس العالم هناك و و و، فاعتقد الحاجات دي مع اللعيب العربي ما ينفعش. وبعدين الضغط اللي ضغطنا اللي هم بقى لهم 35 مباراه ما بتغلبوش. لا في مش دي فرقه الجزائر. مع انها فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا بصراحه يعني. مظبوط. لكن في حته تعالي شويه في الكوره. الماتش ده بكره الساعه 6 بالمناسبه، كوت ديفوار والجزائر. اهميته ان هي تحدد طبعا المباراه دي والمباراه الناحيه الثانيه سيراليون وغينيا الاستوائيه مين منافسنا، واهميته كمان انه قد يودع حامل اللقب المنتخب الجزائري البطوله غدا اذا لم يفز على المنتخب الايفواري. هو ما قدموش حل غير انه يكسب بكره. هو دلوقتي سيراليون نقطة مش كده ولا اتنين؟ سيراليون معاهم دلوقتي نقطتين. نقطتين، هو متعادل مع الجزائر، متعادل مع الجزائر، متعادل مع نقطتين يعني، لو كسب بقى 5 بونت. مظبوط، هيبقى ممكن فبقول لك مجموعة غريبة الشكل، بس هيطلع منهم تاني أحسن توالت، أحسن توالت يعني. غالبا هيحصل منهم أحسن توالت. فاحنا أنت وارد النهاردة أن أنت تلعب مع أي فرقة من الأربعة دول. مظبوط. بس يعني برضو خلينا نبقى واقعيين. هنا واقعيين برضو، الجمهور مش حاسس بالامان بالطمانينه للفرقه يعني. النهارده في فرق بتنزل، لا لازم كسبانين نتقابل عشان كسبين كسبانين. النهارده بقى في قلق. انا متفائل. ربنا يكرمك يا رب. يا رب يا رب ربنا يجعلنا كلنا متفائلين. يا رب يا رب. انا بتكلم فنيا على اللي شفته. فنيا عندنا تحفظات ومتضايقين من تراجع الاداء، لكن حاسس ان البطوله ككل بتديك امل انك ممكن تكسبها حتى لو انت مش الاحسن. طب عايزين نرجع برضو هاني، برضو عايز اسالك سؤال برضو في حته صغيره كده. او يعني هو ليه التعنت في التشكيل؟ يعني هو النهارده مرموش في خلال الماتشين اللي فاتوا عملوا ايه؟ عمر مرموش مع احترامي
فاكر لما قلت لك ان احنا اسرع ناس بنحكم على اللعيبه؟ بنطلع اللعيبه السما في خلال 45 دقيقه، وبعد كده بنقول ايه ده ومش ايه ده. مرموش يعني بصراحه يعني في ناس على الدكه بره ممكن طيب ينزلوا يأدوا احسن من عمر حلو مرموش قوي. في الجنب الشمال. قبل ما او يعني هقول الاول قصه ان انا شايف ان مرموش بيقدم لك حلول، فكره الجرأه بيزودها شويتين وده بيخلينا نفقد قدره احيانا على ان احنا نكمل الهجمه، لكن مش هيبقى ده رايي. هقول لك رايي بسؤال. عندك في المكان ده عمر مرموش اللي بيلعب اساسي في 3 ماتشات، تريزيجيه اللي بينزل بديل ليه احيانا في نص ملعبه النهارده مكانه، ورمضان صبحي اللي لعب شويه دقائق في ماتش نيجيريا. من الثلاثه مين احسن واحد فيهم بالظروف الحاليه للثلاثه، مش بتاريخ ولا بخبرات ولا بمستوى سابق؟ حاليا حاليا النهارده رمضان نمره واحد يليه تريزيجيه يليه عمر مرموش، بس تريزيجيه ما يبتديش لان لسه تريزيجيه ما وصلش للفورمه بتاعته. يبقى مش تريزيجيه. مش تريزيجيه يبقى كبدايه مباراه، لا رمضان صبحي. رمضان مرموش تريزيجيه معناه حاليا. لكن تريزيجيه التبديل الاول. تريزيجيه مفهوم. التبديل الاول لان هو لسه ما وصلش للفورمه بتاعته. بقى له فتره طويله جدا ما لعبش، وده طبعا وضع طبيعي اللي هو ياثر عليه يعني. لكن انت النهارده مصر ليه؟ يعني مصر برضو على التشكيله في نص الملعب اللي انت برضو ما انتش عارف توصل للتركيبه اللي هي تخلي نص ملعبك قوي. عمل اسيست النهارده مرموش. مش يعني ماشي في 90 دقيقه هدف الفوز. هو عبد الله السعيد هو اللي عمل الاسيست. انا اسف عبد الله السعيد اللي رفع الكره. عبد الله سعيد ركنيات حلوه النهارده، اللي بتاعت مصطفى محمد واللي جه منها الجول بعد كده. عكس بقى الضربات الثابته اللي بيلعبها صلاح، سواء الكورن او الفاولات. يعني عبد الله بيدخل الحته دي صح. النهارده صلاح شفناه وهو بيقول لعبد الله بعد ركنيتين عملهم صلاح غير موفقتين، قال له روح العب انت بقى. قال روح انت ضربه ركنيه. طب تعال نشوف راي الجمهور. فضل. جزء اخر من الجمهور. نزلنا الشارع من خلال صديقي وزميلي محمد شريف من البحيره. محمد اهلا بيك، مبروك لمصر التاهل ولكل اصدقائنا اللي معاك. اتفضل معاك الكاميرا. ده حياتي ليك الزميل العزيز هاني حتفوت هنا من محافظه البحيره ومدينه دمنهور. طبعا انتهاء مباراه المنتخب المصري مع الشقيق منتخب السودان بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء. خليني اقول لك فرحه عارمه جدا من الجماهير المصريه هنا من محافظه البحيره. طبعا معانا مجموعه اراء الجماهير المصريه هناخد ارائهم بفوز المنتخب وتاهله لدور ال 16. تحب تقول ايه بعد المباراه النهارده؟ هو الحمد لله ان احنا تاهلنا وبتاع، بس برضو اداء المنتخب مش احسن حاجه، بيتحسن من ماتش لماتش بس هو مش احسن حاجه. احنا يعني اتعودنا على منتخب بيلعب كره حلوه مع حسن حياته وبتاع، لكن بصراحه ما الاداء مش احسن حاجه يعني، وبقى ان شاء الله اللي جاي يكون احسن يعني. شايف اداء منتخب مصر النهارده ازاي وفوزه النهارده على السودان؟ اداء منتخب مصر النهارده كويس، بس احنا بنتمنى احسن من كده ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله ربنا يوفقنا الدور الجاي ان شاء الله، ونقابل فريق كويس ان شاء الله، وربنا يوفقنا يقدم فيه خير ان شاء الله. شايف فوز المنتخب النهارده ازاي وعلى السودان وتاهله لدور ال 16، وشايف مين افضل لعيب كانوا بيلعبوا النهارده؟ والله طبعا هو في الاول في الاخر الحمد لله يعني على النتيجه، ودي كانت اهم حاجه يعني في النهارده في ماتش النهارده. طبعا زي ما الجماعه قالوا بالنسبه للاداء، الاداء ما كانش مقنع قوي، بس الحمد لله على النتيجه. يعني النهارده اللعيبه ادت رجاله شويه عن اي ماتش فات، يعني الماتش بيتحسن من ماتش لماتش، واحنا طبعا مستنيين ان الاداء يكون احسن الفتره الجايه طبعا، لان احنا منتخب مصر بنلعب على بطوله. اي نعم كان شكلنا حلو النهارده عن الماتشين اللي فاتوا وكده، بس احنا مستنيين الاحسن والاحسن، لان احنا منتخب مصر احنا بنلعب على بطوله، ما بنلعبش على ماتش ان احنا نكسب ماتش وخلاص، لا احنا بنلعب على البطوله. عشان تلعب على البطوله لازم الاداء يبقى من اول ثانيه لاخر الثانيه، انما الحمد لله النهارده الاداء كان مقنع لحد ما طبعا على الماتشين اللي فاتوا. يعني شايف مين من نجوم منتخب مصر النهارده؟ النهارده كان محمد صلاح، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني بالمنتخب وكده. قول لي اتفرجت على المباراه النهارده؟ مين اللي عجبك بقى من لعيبه منتخب مصر النهارده؟ زيزو نزل في الشوط الثاني حركة الدنيا ان شاء الله. قول لي النهارده طبعا يمكن اداء منتخب مصر، يمكن انت شفت المباراه النهارده شايفك كنت يعني منفعل شويه في الاداء، كنت حابب المنتخب يتاهل لدور ال 16. هو طبعا الاداء ما يرقاش لمنتخب مصر، ولا هو ده منتخب مصر وده اللي احنا مستنيينه. الحمد لله على المكسب، ونتمنى اللي جاي يكون احسن، بس كاداء لا مش مرضي لاي حد بصراحه. اي حد بيحب الكوره بيتفرج على كوره، واتفرجنا على كوره واتفرجنا على مصر قبل كده، ده مش اداء منتخب مصر وده منظر منتخب مصر، ومش راضينا بصراحه يعني. والف مبروك للتاهل. الحمد لله على التاهل. الحمد لله. يمكن طبعا هنروح طبعا بعد الجمال. شفتك منفعل في المباراه طبعا، قول لي كنت فرحان يعني النهارده فوز المنتخب؟ احنا نزل الفل على محمد صلاح.
محمد صلاح زي الفل برضه والله يا احمد. يمكن طبعا زميلي يعني هتحط يمكن يعني اداء المنتخب المصري يعني في بعض الجماهير طبعا راضيه عن الاداء والتاهل لدور 16، وبعض الاخر بيقول لا منتخب مصر عنده الافضل يقدمه المباراه المقبله. يمكن فوز المنتخب النهارده بيؤهله لدور 16 رسميا، يمكن دي كانت اراء بعض الجماهير المصريه هنا من مدينه دمنهور ومحافظه البحيره. وعوده للاستوديو من جديد والزميل هاني حتحوت. شكرا محمد الشريف، وشكرا لاصدقائنا اللي موجودين معاك. منتخب مصر زي الفل، ومحمد صلاح كمان زي الفل قالها اخيرا الشاب الجميل بعد تأهل منتخبنا الوطني الى دور ال 16 من امم افريقيا. مستني ايه من منتخب مصر على مستوى التعامل مع لقاءات اقصائيه مش بتجمع بيها النقاط اللي تؤهلك؟ انت عايز تكسب الماتش تتأهل. لابد بقى في عقلانيه في المباراه الجايه هاني. عقلانيه، لازم اقرا الفرقه اللي قدامي كويس قوي، انا هلاعب مين وايه نقاط واجبات الجهاز الفني، واشوف نقاط القوه والضعف والعب. يعني اديني شفت السيستم اللي بلعب بيه والتكتيك اللي بلعب بيه مش مديني حاجه. خلاص انا عديت بيه مرحله معينه. لابد بقى من خبره المدير الفني ان هو يشوف التكتيك اللي هو هيقابل بيه الفرق الاقوى. مش شرط ان انا اتمسك بتشكيل معين بسيستم معين عشان خاطر ابقى اقول انا وانا وانا. عادي جدا ان انا اقدر اغير على حسب المعطيات اللي عندي وعلى حسب قوه المنافس. دي العقلانيه في يعني احنا مثلا في بوركينا فاسو 98 كان في مباراه طارق مصطفى، كان في مباراه سامي الشيشيني، في مباراه اسامه نبيه. تمام، اللعيب اللي يقدر تشوف الخصم اللي قدامك وتقدر تشوف اللعيب اللي يقدر يتفوق عليه. صح، بامكانياته. صح 100%. دي بتستدعي طبعا دراسه للاعبتك ودراسه للمنافس طبعا بتاعك. طبعا طبعا. وازاي مدير فني يقدر يوصل الكلام ده للاعب؟ اللي احنا اللاعب الفرقه دي هنلاعب الفرقه اللي جايه دي، لا احنا مش هنلعب مثلا ثلاثه في نص الملعب، احنا مثلا هنلعب اثنين وفلان الفلاني على اساس هم عندهم كذا. لو احنا صدنا الحته دي يبقى انا ممكن اخد الكوره واشتغل على الجنب. يعني خطط كتيره جدا وتكتيك. ما انا جايب واحد مدرب كبير ليه؟ معاش الحاجات دي. مزبوط. لكن مش معقوله كل ماتش هو اللي انا بشوفه ده مش هتجيب نتيجه. انا بقولها لك اهو، التعند وتحكم الرأي في الطريق او في بس التشكيل. قل العناد على مستوى المراكز ليه؟ ما المراكز لسه عبد الله السعيد بيلعب ناحيه، ولسه وزيزو برضه ما بيلعبش في مكانه. بس ما هو زيزو مكانه ده ايه؟ يلعب مكان صلاح؟ تخرج صلاح؟ هتلعب صلاح تحت راس الحربه، وما مش لعيبته راس حربه، ما تلعبه تحت راس حربه يمين وشمال، ودي له حريه الانطلاق من الملعب. ليه دايما راكنه في الحته اليمين وتقدر مثلا يبقى سهل اللي هو يبقى تحت الرقابه؟ ما تلعبه تحت راس الحربه ويحركه يمين وشمال، خليه فري في الملعب. يبقى عندك جنبين شغالينه في نفس الوقت، يعمل لك مشكله دفاعيه بالنسبه للمنافس. هيجي هنا يجي هنا يجي هنا، ليه لا؟ طيب في معلومه اتصلحت والهيئة بمراجعه لقينا ان هي مهمه توضيحها. الجزائر عمرها ما هتبقى اول مجموعتها. ليه؟ لان هي لو كسبت بكره كوت ديفوار هيبقى هي اربعه وكوت ديفوار اربعه. تمام. لكن الناحيه الثانيه غينيا الاستوائيه هتكون بتلعب سيراليون. اتعادلوا هيبقى غينيا الاستوائيه عندها اربعه. مواجهات مباشره مع الجزائر، هم كسبانين. صح. الجزائر. صح كده. فكده الجزائر عمرها ما هتبقى اول، فعمرها ما هتلعبنا. يبقى انت في الدور اللي جاي يعني. يبقى نشيل الجزائر من الاربعه. ممكن بقى واحد من الثلاثه التانيين اللي هو كوت ديفوار وسيراليون وغينيا. غينيا الاستوائيه، عشان غينيا بيساو وغينيا الثلاثه موجودين في البطوله. غينيا تاهلت، غينيا الاستوائيه احتمال تتاهل. تمام. غينيا بيساو ودعت. تمام. صح. تعرف تقولها ورايا؟ تعرف تعيد اللي انا قلته ده؟ يبقى احنا يا اما غينيا الاستوائيه يا اما سيراليون يا اما كوت ديفوار. بالظبط، على حسب نتائج ماتشات الساعه 6 بكره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله نلعب سيراليون. ايه رايك؟ والله هي ماشيه معاهم حلو قوي. غينيا الاستوائيه برضو كسبوا الجزائر، فاكيد معنوياتهم عاليه. فرق كويس. بس سيراليون طبقا للاداء اللي شفته من الثلاث فرق من الفريقين، هو لا هو مباراه كوت ديفوار اللي هتبقى مباراه قاتله مع الجزائر. يعني. طبعا انت الجزائر داخله تكسب او تخرج، دي حقيقه يعني. فاعتقد انها تبقى من المباريات الحلوه اللي انت تقدر تتفرج عليها يعني. مظبوط. انا نفس البطوله تعلى شويه فنيا بس زادت اثاره
ما زادتش فنيا، زادت اثاره كل كل ما بتقرب يعني. كل ما بتقرب كل ما بتشوف الفرق وكل ما بتبقى ده انا عايز الفرقه الفلانيه، ده الفرقه الفلانيه غلبت مين، وضع طبيعي هيحصل اثاره يعني. لكن كمستوى فني يعني برضو لسه ما وصلتش لل من خلال الفرق اللي شفناها لغايه دلوقتي يعني الثلاث جولات تقريبا اللي اوشكوا على الانتهاء باربع لقاءات غد، مين اكتر فريق شايفه ممكن يتقال عليه انه مرشح لقنص اللقب؟ انا حتى الان احسن فرقه شفتها نيجيريا. نيجيريا ده الفريق الوحيد اللي كسب الثلاث ماتشات بتوعه في المجموعه، مش بغض النظر على الـ على الـ على النتيجه هاني يعني. هو النهارده حتى لعب الصف الثاني، صف ثاني يعني. مفيش غير ثلاثه بس لعبوا الماتشات اللي فاتت. تمام. انا اعتقد ان نيجيريا هي احسن فرقه شفتها تكتيكيا فنيا بدنيا، لا فرقه كوره يعني. ومالي هي الحصان الاسود بتاع البطوله. مالي بيمتلكوا اربع نقاط حاليا، مالي هيبقى الحصان الاسود بتاع البطوله. الحصان الاسود ده يوصل لحد فين؟ اديني بقى انت وجدعانتك، ممكن يوصل للدور اللي قبل النهائي. قبل النهائي ممكن. بس نيجيريا فعلا انا متفق مع حضرتك ان هي اقوى فريق بينافسها الكاميرون، والكاميرون على مستوى القوه عليك. يعني الصلابه الفريق اللي هو ايه، تحس ان ثغراته مش كتيره. ايوه ايوه. النيجيريا وبعدين الكاميرون. طيب خبرين سريعين كده بره كوره، كويسين ولا وحشين؟ اقول لك بتاع اليد كويس. ايوه. بتاع السله عقوبات فمش كويس، بس خلاص قول العقوبات الاول، عقوبات الاول نبدا من الوحش. طيب النهارده الاتحاد المصري لكره السله اصدر قراراته بخصوص مواجهه الاهلي والزمالك في بطوله الدوري الجوله 11 اللي فاز بيها الاهلي في الثانيه الاخيره على الزمالك بنتيجه 86-85. القرارات هي عقاب للاعبين، لاعب الزمالك احمد ياسر عبد الوهاب مودي ولاعب الاهلي عمر عزب. ليه؟ تعال نستعرض بيان اتحاد كرة السلة في قرارات العقوبة وبعد كده نستعرض الكواليس. ثانية واحدة ثانية واحدة. طيب العقوبة بتاعت الاتحاد هي تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب 20,000 جنيه لاعب الزمالك، وتغريم عمر عزب لاعب الأهلي 10,000 جنيه. البيان بتاع الاتحاد قال بعد التحقيق مع اللاعبين عمر عزب لاعب النادي الأهلي وأحمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك من قبل لجنة المسابقات بمعرفة الإدارة القانونية لما بدر منهم من تصرفات غير مسؤولة في مباراة الفريقين، أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمدها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة. يعني الاتحاد وصف تصرفات اللاعبين بغير المسؤولة. ما شاهده الناس في المدرجات أو في التلفزيونات هو تصرف احمد ياسر عبد الوهاب اللي هو بتاع كده، واللي قرئ بالشفاه ان ربما كان في شتيمه، ده القراءه او التوقع لما قاله مسؤولو الزمالك. دخلوا معانا ساعتها هو الكابتن ياسر عبد الوهاب نفسه قال انه طب واحد لاعبي الاهلي ما هو عمل تصرف ما عاقبتهوش ليه، ولا خطا فني ولا اي عقوبه. حصل تحقيق مع عمر عزب لاعب الاهلي ومع احمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك امبارح، والاثنين نفياه ان هم عملوا اي اخطاء، لكن طلعت العقوبه. فايه كواليس العقوبه بتاعت ال 20,000 لاحمد ياسر وال 10,000 لعمر عزب؟ كالتالي الماتش بيكشفها لحضراتكم، وهي انه عمر عزب لاعب النادي الاهلي بحسب الكواليس اشار اشاره غير لائقه الى دكه الزمالك واكد الوقعه بعض الاشخاص التي كانت متواجده، لكن اللاعب نفى. دي المعلومات اللي جات لنا من داخل اتحاد كرة السلة المصري. يعني اللاعب في التحيات قال انا ما عملتش، لكن الناس كانت قاعدة بره قالوا اه حصل من الاتحاد. طب هو السؤال، ما دام الناس كانت قاعدة بره شافت ما عملوش خطأ فني، ليه على عمر عزب وقت الماتش؟ يمكن يكونوا ما لهمش قرار ان هم ياخدوا حاجة للحكم يعني. احمد ياسر عبد الوهاب مودي لاعب الزمالك قال ان اشارته اللي هي بتاعت اللي يحط ايديه على رقبته دي اشارة وصفها هو بالعادية وبتحدث في ملاعب السلة والان بي اي وما فيهاش اي اساءة لاي شخص. طب ماذا عن الشتيمة؟ قال انا ما تلفظتش باي الفاظ نابية. يعني الاتنين نفوا ان هم اخطأوا او شتموا اي حد. تم اجراء التحقيق امس الثلاثاء بمقر الاتحاد بتواجد طارق الغنام المدير الرياضي للاهلي او الاداري للاهلي وياسر عبد الوهاب مدرب نادي الزمالك. خبر وحش ولا عادي؟ لا 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 ما عادية. طيب بس هو النقطة الأخيرة دي اللي غريبة شوية، اللي هو التحقيق كان مع المدير الإداري
لا هم كانوا بحضورهم، لكن التحقيق كان مع اللاعبين. يعني كل واحد مثل نديب، واحد مدير فني، واحد مدرب، واحد اداري. بالظبط. فيما يخص كره السله بالمناسبه، المدير الفني للزمالك ويليام فويت هيقود مباراه الزمالك المقبله امام سموحه، هو المدير الفني الامريكي. اما في كره اليد فالاهلي اعلن رسميا قبول اعاره اللاعب محمد علي الطيار حارس مرمى الاهلي والمنتخب الوطني الى لايبزيج الالماني، محمد عصام الطيار الى لايبزيج الالماني، وده بناء على رغبه اللاعب، فوافق الاهلي على انتقاله في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. طيب نرجع للكوره مره ثانيه. اتفضل. طيب في الكوره انا عايز اسئله سريعه بعيدا عن المنتخب، اذا لو حبيت تضيف اي اضافه عن المنتخب في الاخر. في كاس الرابطه شايف ايه الاستفاده اللي ممكن تكون بتتحقق للانديه؟ ان يعني برضو المباريات تختلف تماما عن التدريبات، يعني انت برضو بتدخل انديه في جو منافسه، في جو مباريات، الانديه ممكن تكتشف لعيبه تقدر تبقى موجوده معاها في الدوري الرسمي، لعيبه صغيره ممكن تشاركها تقدر تستفيد بيها خلال الدوري. اعتقد ان هي بطوله يعني في الوقت المناسب بطوله مهمه مش وحشه يعني. الاهلي بيلعب بالشباب، في استفاده؟ كابتن مختار مختار قال انه على الاقل حط الشباب مع الكبار عشان الشباب يستفيدوا، لكن بكده ولا واحد فيهم هيستفيد، تتفق ولا تختلف؟ يعني ممكن تحط عنصرين ثلاثة خبرة في وسطيهم، لكن برضو يعني انت بتخلي اللاعب الناشئ اللي هو بيلعب او شباب اللي بيلعبوا في المباريات دي بتديهم امل ان النادي عينيهم عليك ومستنين منك. في شباب او في انديه ما بتهتمش خالص بالشباب ده، بس انت بتاخد الشباب وبتلعبه في بطولات رسميه زي دي ومذاعه وبتلعب قدام فرق، اعتقد اللي هي ده يعني مهمه يعني بدل القعده يعني. والله العظيم يعني بتشوف لعيبه وبتجرب تكتيك وبتجرب خطط وبتجرب لعيبه في، بس مش في غير مكانها، مفيش حد محدش بيلعب حد غير مكانه غير كروش. فاعتقد ان هي، انا شايف اللي هي وبرده يعني مسليه في جو. انت الدوري المصري لما قعدنا فتره في فتره كده ما كانش في ماتشات، كانت الناس ممله، لا الناس برضو بتطمن، جماهيرها بتطمن على الفرق، بتشوف الفرق اخبارها ايه. يعني الاسماعيلي ما برضو الماتشات بتاعت الاسماعيلي دي هو يعني طالع من مع الصفقات الجديده وادى امل للجمهور وادى ثقه للجمهور. يعني انا شايف اللي هي مفيده لكل الفرق بصراحه يعني. طيب الكابتن اشرف قاسم كنت من يومين بعد ما الاستاذ محمد الجبالي كتب عن ان الكابتن اشرف قاسم محتاج لعلاج، كنت اعلنت الخبر ووجهنا مناشده لوزير الشباب والرياضه، لان هو لو ما كنتش سمعت حضرتك هو عنده مشكله في المفاصل، فحتى حركته نفسها ما بقتش جيده ومحتاج لعلاج ثم لجراحه. الكابتن اشرف قاسم نفسه طلع من شويه اتكلم مع الزميل كريم شحاته وقال انه حالته هي عباره عن مرض مزمن في الاعصاب، وان هي شبيهه الى حد ما بحاله مؤمن زكريا ربنا يشفيه. فطبعا نجم كبير جدا من نجوم الكره المصريه كابتن اشرف قاسم، هو اكد، هو فعلا انا كنت عارف من فتره وما رضيش ان انا اقول، فانا مجرد حكيت بعد ما استاذ محمد الجبالي كتب، فهو النهارده قال انه ما كانش حابب يقول عشان ما حدش يفتكر انه بيتاجر بمرضه. انا حتى لما قلت له اشرف قاسم قلت لك يا بقالي كتير وما شفتوش، والله كانت على لساني بس سبتك تكمل يعني. افتكرت ليه؟ الف سلامه ليه يا اشرف. اشرف ده انسان جميل يعني جدا، الف سلامه ليه، انت ضايقتني والله يعني. ربنا يا رب يشفيه ويطمن عليه. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. قبل الختام، احمد حجازي رجل مباراه مصر مع السودان اللي الكابتن علاء نبيل قال انه لا كان عمر كمال عبد الواحد، وجهه نظري. ايوه مفهوم. كان ليه تصريحات النهارده قالها بعد هذا التتويج نشرها الاتحاد المصري لكره القدم، وكانت كالتالي: كل المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية وأصبحت أكثر تنظيما، حققنا الهدف المطلوب الأول وهو الصعود لدور الـ16، الأداء يتحسن مباراة بعد أخرى، ونحاول الحصول أو الوصول للهدف المراد تحقيقه وهو البطولة. المنتخب المصري لا يدخل بطولة إلا وعينه على تحقيق اللقب، نسير خطوة بخطوة، نعمل على كل مباراة منفصلة لتحقيق انتصار. من الأدوار القادمة لا بديل عن المكسب للسير نحو اللقب بنجاح وتحقيق البطولة. يا ريت. النسخة الماضية من البطولة ودع منتخبنا الوطني البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا، لكن كانت البطولة مقامة في مصر، وده أدى إلى
رحيل اتحاد الكره المصري بالكامل. النسخه اللي جايه ان شاء الله اللي احنا فيها دلوقتي ما يحصلش اي اصلا حاجه، ما يرجعش لسه الاتحاد لسه جاي من اسبوعين، لسه مستلم يا راجل. ان شاء الله نكسب اصلا يعني. ان شاء الله نكسب، الناس حرام يعني. كابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه مدرب منتخبنا السابق، كالعاده بتشرف وجودك معانا. الله يغدالك، سعيد جيت لك والله يعني. شكرا لحضرتك، نورتنا. اتفضل اتفضل يعني. نورنا الكابتن علاء نبيل، وانتم كمان كالعاده نورتونا. افرحوا، مصر تاهلت لدور ال 16 من افريقيا، هذا ليس انجازا لكنها خطوه ناحيه الانجاز اللي احنا عايزينه. ادعموا، وقفوا ورا رجالتنا، شوفوا التحسن وانتقدوا المشكلات من اجل اصلاحها. ان شاء الله نصلحها الماتش اللي جاي ونكسب، لكن بكره هنعرف هنلاعب مين. تحيات كل فريق العمل في الماتش، وتحياتي هاني حتحوت، لقائنا السبت المقبل، الى اللقاء.